مجلس الشعب في جلسته اليوم ذكرى شهداء 29 من أيار، مؤكدا أن هؤلاء الشهداء أسسوا لوطن العزة والكرامة والكبرياء. كما توجه المجلس بالتحية إلى رجال الجيش العربي السوري الذين يسطرون ملاحم النصر على الإرهاب وداعميه. بيان مجلس الشعب أكد أن جريمة قصف البرلمان من قبل المستعمر الفرنسي وضرب دمشق بالمدفعية الثقيلة والدبابات جاءت انتقاما من الشعب السوري الذي أذاق المستعمر الويلات وكبده الخسائر الفادحة في الأرواح والمعدات. في مثل هذا اليوم كانت قوات المستعمر الفرنسي تدك المجلس النيابي بنيران المدافع والدبابات موجهة نيران رشاشاتها إلى صدور حامية المجلس الذين رفضوا تحية علم المستعمر الفرنسي مع ما يمثله ذلك من تحد لسلطة المحتل وانتماء وطني عصي على الانكسار. وقال محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب ان هذه الجريمة لم تكسر عزيمة السوريين ونوابهم وقادتهم الوطنيين في المطالبة بالاستقلال الناجز، بل زادتهم ايمانا وتصميما على مواصلة النضال الى ان تحقق الجلاء التام على ايدي ابطال سوريا. ما اشبه اليوم بالامس، فحكومة فرنسا الاستعمارية التي مارست الإرهاب والقتل والتدمير بحق الشعوب العربية قبل 70 عاما تستنفر قواها اليوم وتستعيد تاريخها العفن بدعم الإرهاب الذي تتعرض له سوريا وتمده بالمال والسلاح مدافعة عنه وتؤمن له الغطاء السياسي في المحافل الدولية. وأضاف اللحام أن مجلس الشعب يشكل مصدر إزعاج للإرهابيين ورعاتهم كما كل المؤسسات الوطنية السورية، فاغتالوا المرشحين للانتخابات في أكثر من مكان واستهدفوا أعضاءه. جريمة المستعمر الفرنسي بقصف هذا المبنى وقتل حاميته جسدت حقدا استعماريا وفكرا إرهابيا، وها هو اليوم يحاول المستعمر البائد استعادة تاريخه بأدوات جديدة، لكن الشعب السوري الذي دحر الاحتلال سابقا سيدحره حاضرا ومستقبلا. بلال معروف، التلفزيون العربي السوري، مجلس الشعب.